بالنسبة لشاي الكرك اللي اتفقنا عليه، عندنا مية، هنحط مثلا حوالي ايه كوبايتين مية على كوبايتين لبن، وهحط معلقة كبيرة شاي، معلقتين كبار سكر، فصين تلاتة كده حبهان، وكمان قرنفل اللي هو المسمار، اتنين تلاتة كده جوه المية باللبن يغلوا مع بعض. هو الأصل فيه اللبن المبخر، بس احنا عندنا كده كمصريين اللبن المبخر ده يعني ما بنعترفش قوي شوية يعني بطعمه أو بوجوده، طبعا بيبقى غالي، فاحنا بنعمل نفس المقادير بس باللبن العادي، بيديكي طعم شاي الكرك في منتهى الجمال. أول حاجة هعملها هعمل الشربات وشاي الكرك، ووطي عليه النار على ما ياخد ويدي مع الحبهان والقرنفل عشان يديني شوية شاي صح قبل ما ندخل في مقادير الكيكة بتاعتنا. يلا بينا، كوبايتين مية سخنة، ماشي، توم كده على النار، وكمان هيكون عليهم على طول كوبايتين لبن قد بعض بالظبط، المية واللبن قد بعض، كوبايتين مية وادي كوبايتين لبن، مش كده؟ حلو جدا بقى، بحب اعمل الشاي ده بالليل في السهر يا جماعه، تحفه يا استاذ احمد، هيعجبك جدا بجد، يعني هتلاقي طعم اللبن والشاي لما يغلوا مع بعض بيديلك كده طعم في منتهى الجمال. ادي كده، تعالوا بقى نشوف هنحط ايه، كوبايتين وكوبايتين، يعني مثلا المقدار ده يمكن ممكن يطلع لي ما شاء الله اربع كوبايات، فانا بحط السكر معلقتين سكر بس، بتحبوا تزودوا انتوا السكر زودوه، وبحط الشاي معلقه كبيره مليانه كده، طبعا اول ما يغلي كل ده بيختفي يعني ما تبصوش كده للمنظر كده، وادي ادي القرنفل وادي الحبهان، فصين ثلاثه كده بالشكل ده، قلبي بقى كل ده، وطي النار خالص وسيبيه يغلي على نار هاديه، بصوا اللون، ولسه بقى لما الشاي ياخد ويدي كده، والحبهان بقى كمان يدي ريحه حلوه قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم اول مره قلت لجوزي بقى، قلت له تعالى اعمل لك شاي الكرك، قال لي ايه شاي الكرك ده؟ انا ما سمعتش عنه، فقلت له بقى المقادير بتاعته، قال لي يعني شاي بلبن بالحبهان. قلت له اعتبره شاي بلبن بالحبهان، فلما داو قال لي لا معاكي حق، فعلا طعمه مختلف وطعمه حلو قوي، والحبهان والقرنفل مش مدين طعم مثلا في بالك دلوقتي وانت قاعده بتكشري كده تقولي حبهان، لا ما بيديش كده، بيدي نكهه مختلفه كده، طعم حلو قوي بالشكل ده. هوطي عليه النار، ولازم النار تبقى هاديه لانه بيفور عشان طبعا هو فيه لبن، ماشي كده. ودلوقتي وادي الشاي بتاعنا، الشاي شاي الكرك بالشكل ده، سهل وبسيط جدا جدا، وسايبينه يغلي براحته خالص، انا مش راضيه اعلي عليه درجه الحراره، لونه يا جماعه فظيع، وعارفين كل ما هيغلي كل ما هيقعد يتقل اكتر واكتر، بصوا المنظر. قدم بقى الشاي بلبن مع كيكه الرواني النهارده العبقريه بتاعتنا، بسم الله، يلا بينا. عسل ريحته لوحدها حكايه يا جماعه، جربوه يا جماعه، لازم تجربوه، بصوا، وطبعا اللي مجربين وعارفين طعمه عارفين قد ايه هو جميل، جمال ملوش مثال. ادي شاي الكرك بتاعنا وادي الرواني، يا رب وصفتنا تكون عجبتكم وتنال رضاكم، وتقوموا على طول تعملوها بمنتهى السهوله.